في وضح النهار بدأوا استدراجهن على طريقة الأفلام، ظاهرة نادرة الحدوث ولكنها أصبحت واقعاً. محاولات تقرب وخطط ينفذها مدبروها بدقة، بلاغات تنهال من سيدات على الجهات الأمنية وأخريات يمتنعن حرصاً على سمعتهن. ما القصة وماذا يحدث؟ ظواهر غريبة ونادرة لم يألفها السوريون في طريقها نحو الانتشار بشكل غير مسبوق. بعض الأشخاص يلجؤون إلى أساليب وطرق جديدة للحصول على مبالغ مالية كبيرة وبطرق لا تخطر على بال بشر. إنهم يحاولون استغلال حاجة البعض ولا سيما السيدات في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية عبر استدراجهن إلى أماكن مهجورة والاستحواذ على ما يملكنه من مصاغ وذهب. الظاهرة الغريبة انتشرت في عدة مدن سورية مؤخراً مثل دمشق وحمص وحلب، وترجح الجهات الأمنية أن هناك شبكة واحدة تدير العمليات غير الأخلاقية. هؤلاء الأشخاص يمتهنون مهنة التلاعب بالسيدات بشكل خاص، حيث يتم استدراجهن بأسلوب ذكي ومبتكر لأخذ ما يملكونه من حلي. أحد الأفراد يقوم باستدراج إحدى السيدات بحجة أن هناك جمعية أو منظمة ستقدم لها ولعائلتها المعونات المادية والغذائية. مكالمة وهمية يجريها أحد أفراد الشبكة عبر جواله قرب إحدى السيدات لإيقاعها، يتحدث فيها عن قدرته على توزيع مساعدات مالية وغذائية على المحتاجين ومن يستحقها من الفقراء. بشكل تلقائي تنجذب السيدة إلى حديث الشخص حين سماعها، فتتقرب وتود أن يمنحها مساعدات مادية وغذائية. نفس الشخص يوهم السيدة بأنه سيقدم لها ما تحتاج من مساعدات وأنه سيوصلها إلى مكان المساعدات، حيث يتواجد فاعل الخير الذين يقدمون مبالغ مالية بسخاء للمحتاجين. تفاصيل الخطط تكتمل بموافقة السيدة على الذهاب مع منفذ العملية، حيث يصطحبها الشخص إلى أحد الأماكن الوهمية بالتنسيق مع الآخرين. يطلب الشخص من السيدة أن تصل إلى المكان دون أن تلفت إليها الانتباه، ويشترط عليها قبل أن تدخل إلى مركز الجمعية أن تعطي ما تملك من مصاغ وذهب لشخصين يقفان أمام الجمعية قبل الدخول حتى تظهر بأنها في حاجة إلى المال. يحاول نفس الشخص طمأنة السيدة بأن ذهبها ونقودها بالحفظ والصون حتى خروجها من الجمعية وحصولها على مساعدة مالية كبيرة، وسرعان ما يتوارى من حصل على الذهب عن الأنظار بشكل كامل. وتكون المفاجأة عند دخول السيدة إلى المبنى فلا تجد مركزاً ولا عاملين فيها. تحاول الاستفسار لتكتشف أن الناس هناك يؤكدون لها عدم وجود جمعيات في المنطقة، فحينها تخرج مسرعة ولا تجد أحداً في الخارج ينتظرها، حيث تدرك في تلك الأثناء أنها تعرضت لعملية كبيرة دبرها الذين حصلوا على ذهبها بدون وجه حق.